النادي الملكي للدرجة النارية تنشأ في 2011 وكان تيقوم بمبادرات ديال القوافل الطبية الاجتماعية وخيرية. فهاد السنة الماضية أطأ باش يخلق واحد المؤسسة اللي تكلف خصيصا بكل ما هو اجتماعي وخيري. احنا هنا في مدينة القنيطرة في قافلة ديال الكشف عن أمراض ديال طب العيون وأمراض الثدي والسكري وكشوفات أخرى، وكاين عندنا واحد البرنامج ديال ختانة ديال الأطفال. احنا هاد المدينة جينا ليها لأننا عرفنا أن فيها واحد الخصص خصوصا في الطب ديال العيون. دونك درنا احنا هاد الكشوفات على أساس أننا غادي نوجهوا الناس اللي خصهم إما نظار إما عمليات أخرى إما هذوك، نوجهوهم للمستشفى لأن احنا دايرينها بشراكة مع المديرية الإقليمية ديال الصحة بقنيطرة. نعم، واش هاد المبادرات غير مدينة قنيطرة ولا باقا تابعة لكشنطوف؟ احنا كنقوموا بمبادرات في المغرب كامل، عندنا برنامج متكامل بالنسبة لهاد السنة ديال 2023، عندنا هاد القافلة هنايا ديال قنيطرة، عندنا من بعد واحد البرنامج ديال ختانة ديال الأطفال في الجديدة، عندنا واحد القافلة طبية إن شاء الله في شهر أفريل غنديروها في مدينة السمارة، وكاين برنامج تيهم بزاف ديال الميادين أخرى فيها كل حوايج كيتعلقوا بالبيئة، فيها حوايج كيتعلقوا بالتشجير، الحفاظ على الغابات، عندنا برنامج ديال الحفر ديال الآبار في المناطق الجافة. عندنا تسعة ديال اللجان في المؤسسة، كل لجنة كتقلب في المغرب فين ما بان ليها شي اقتراح كتجيبو لنا كندرسوه وكندوزو للمرحلة ديال التنفيذ. الحمد لله الصعوبات راك عارفة في أي حاجة غتلقى صعوبات، ولكن احنا بالنسبة لنا الصعوبات ولات شي حاجة عادية. هو الملح ديال القافلة، هو الملح ديال العمل. بالنسبة لهاد 45 فرد يعني كل واحد مهام ولا احنا في القافلة عندنا أطباء مختصين كل واحد في الميدان ديالو، كل طبيب كنعطيه واحد الفريق اللي كيساعدو في ديك بحال الطبيب مثلا ديال العيون معاه الناس اللي كيساعدو هو تيعملو معاه إلى جانب ديالو تحت الإبرة ديالو، وكل فريق تيكون فيه اللي كيعبرو العينين فيه اللي المهم مجموعة ديال داك الطبيب كنديروه مرة الإشارة ديالو هما اللي تيعملو معاه. السلام عليكم بعدها ورحمة الله وبركاته، الاسم ديالي اختي الشلح بسلام. أسلام، أنت من العاملين ديال شركة الفوغال؟ نعم أنا من العاملين ديال شركة الفوغال. نعم، كنا سبقنا وركبنا معك جريدة أخبار الفجر المغربية الحدث ديالك الحادثة اللي كانت وقعت. نعم أختي، منين جبتي لي الحادثة غنجبد معك الموضوع نرجع معك شوية للوراء، لأن الحادثة أختي وقعت لي أنا قبل ما نبدأ العمل ديالي مع الشركة هذه. كنا ديجا درنا واحد لافورماسيون وجمعنا الوراق برجليه في هذه المدرسه نيت اللي حنا فيها دابا حاليا، فاش ندوزنا واحد لافورماسيون المهم ما عليناش وقعت لي الحادثه. يعني مازال كتشتغل مع الشركه السابقه؟ كنت شغال السابقه ديال الكرامه. من بعد ريحنا شي عامين وزياده ما خدامنش، وسمعنا هاد الشركه غادي تدخل، فرحنا الحمد لله. بالفعل جينا للمدرسه هنا دوزنا واحد لافورماسيون وجمعنا الوريقات على اساس غنبداو. قبل ما تبدا الشركه وقعت لي حادثه، مشات لي الرجل ديالي اختي ضربني طاكسي ورموك. كنا سبقنا حنا شحال غادي جاك وجيتو عندي سميتو ودرنا واحد اللقاء بحال هكا، المهم ما عليناش. المهم في هذا الشيء كامل نقول لك هو الشركه ما دازونيش، يعني ما وقعش لي الحادثه معهم، ورغم ذلك وقفوا معايا وخدموني الله جزاهم بخير، الفضل ترجع الله من بعدهم. اليوم حنا كنشوفوا هذا المبادره اللي كتقامت بها يمكن شركه ديال الفوغال من اجل تشخيص العاملين والعائله ديالكم، شنو رايك في هذه المبادره اللي قامت؟ اختي شنقول لك بالنسبه لهذه المبادره، اولا مبادره طيبه اختي والله، لان باش هذه المسائل دير معنا هذه الشركه هذه دير معنا بحال هكايا يعني شويه مزيانه، لان كون ما كانش هي البنادم راه تيضطر يمشي لعند الطبيب مثلا باش يشخص وكذا. واش نقول لك الله يجازيهم بخير، مبادره طيبه هذه داروا معنا حنا ومع العائله ديالنا. يعني اش نقول لك؟ سي بلاتكم نتوما العاملين وحتى العائله. حتى العائله ديالنا تيهمهم هذا الامر هذا، الصراحه الله يعني مبادره طيبه اختي هذه والله القاسم بالله، ونتمناو الخير منا وقدام ان شاء الله. هذه المبادره اش نقول لك؟ جد 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 جيده. جد جد جيده، لان علاش؟ الحمد لله ما عمر شي شركه دازت ودارت هذه المبادره هذه، اولا جابت الاطباء دوزوا لينا حنا العمال والعائلات ديالنا. هذه اول مبادره من نوعها. اول مبادره
انا دوزت 4 شركات، حتى شركه ما جابتنا زعما هكا الاطباء ودوزوا لينا ودوزوا لوالدينا ولولادنا، حتى شركه الا هاد الشركه الفوغال. وحنا تنشكروا بزاف بزاف المدير ديالها سي اوشيبو، كنشكروا الباترون ديالنا سي مرابطي، وكنشكروا كاع الاعضاء اللي ساهرين على هاد المبادره باش تدوز مزيانه ان شاء الله وتدوز في صفه جيده. اللي خرج مغمضه شنو؟ وي كنت درت تقطيره العينيه، دوزت على عينيه. كاين كندوزو على العينين وسرطان الثدي، سرطان الرحيم والطونسيون، وكيعبروا لنا السكر. دخلتي دوزتي على سرطان الثدي؟ دخلت دوز الحمد لله مزيان. كتقولي النتيجه من الاول كيعطيوك؟ من الاول كيقول لك راه النتيجه مزيانه. وبالنسبه للرحيم؟ مزيانه. دخلتي ساهله؟ دخلت درنا كل شيء، كاع المراحل درناهم. كل شيء الحمد لله داز مزيان، حتى المؤطرين والدكاتره وكل شيء الحمد لله. السكر مزيان. مزيان مزيان. الطونسيون اللي شويه غندوزو. الحمد لله مزيان مزيان الحمد لله. ندير خصنا في الوقايه. ضروري الوقايه، ضروري الوقايه احسن من العلاج. شكون استفدت من العائله ديالك؟ استفدت الوالده ديالي، اصلا هي مريضه على عينيها، جيت دوز لها. استفدت البنت ديالي، بنتي وامي، هما اللي جبت معايا. الام ديالك وبنتي؟ الام ديالي وبنتي، هما اللي استفدوا. والعائلات الاخرى راه كاين اللي جاب الاب ديالو، كاين اللي جاب وليداتو صغار، الشيافر معنا جابوا عيالاتهم. الحمد لله داز داك الشيء على ما يرام مزيان. العوينات شويه واحد العين شويه ناقصه. ضروري نضيد راس. ضروري نضيد راس. الكلمه الختاميه اللي نقدروا نختموا بها. واش نقول لك؟ زعما حنا فرحانين الحمد لله، العمال كاملين فرحانين على هذه المبادره اللي مزيانه، لان قلت لك ما عمر شي شركه دارت هذا الشيء هذا. بعد المعاناه اللي عانينا وديك عامين اللي جلسنا، والحمد لله دابا خدمنا وارتاحينا، اللهم لك الحمد. تنفسنا بزاف الحمد لله. وكما كيقولوا حنا المغاربه تجيب شويه الحمد لله تجيب عمر. دابا فاش كنت كندردش انا وياك قلتي لي اليد وحده ما كتصفقش، يعني كنتي لاحظت حتى الزملاء ديالك كان قال لك كنتي معصبه وكنت المورال. ما عنديش المورال. تبارك الله ما شاء الله الخدير طالعين دابا. الحمد لله الله يحفظك. انا مزيان الحمد لله. الحمد لله ونشكره زعما الشركه الحمد لله لقينا معها كل خير. كل خير. وتنشكروا السي المرابطي بزاف بزاف والاعضاء ديالنا. الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعصير محمد، ممثل عمال لشركه فوغال بمدينه القنيطره. تنشكروا الصحافه اللي حضرت معنا في هذه المناسبه هذه اللي تعتبر سابقه وفريده من نوعها، بحيث ان شركه فوغال قامت بواحد المبادره وهي واحد الحمله طبيه بشراكه مع الجماعه وكذلك المندوبيه الاقليميه ديال وزاره الصحه، اللي غيستافد منها تقريبا ديال 500 ديال 523 ديال العمال بعائلتهم، يعني تقريبا شي 15% فيها اكتشاف ديال امراض العيون، كذلك السكري، كذلك ديال سرطان الثدي، كذلك سرطان الرحم. ومن المنبر هذا تنشكروا جزيل الشكر صاحب الشركه رئيس المدير العام، وكذلك المدير العام السيد احمد اوشيبو اللي شرف على هذه العمليه لي. وكذلك تنشكروا جميع العمال اللي كانوا في الحقيقه كانوا منظمين نفسهم، وكما لاحظوا الصحافه ان الامور كامله دازت الحمد لله على ما يرام. واللي سي العصير قلتي سبات العائلات ديالهم، حدد لنا العائلات اللي سبات لهم الشركه. بالنسبه للناس المستفيدين من هذه العمليه اللي قامت بها الشركه، وهم العمال، كذلك الاباء، وكذلك الامهات، وكذلك الازواج، وكذلك الاطفال. يعني الامهات والاباء والاطفال والزوجات ديالهم. جميعا استفدوا من هذا الشيء هذا. الاجواء كيفاش؟ الحمد لله كما لاحظتوا عندنا هنا اجواء عرس، لان هذه سابقه تاريخيه، ما عمر شي شركه ديال النقل الحضاري تقريبا في المغرب درت هذه العمليه هذه. لاحظتوا جميع العمال بعائلتهم ناشطين فرحانين، تيعتبر هذا عرس، لان هذا الشيء هذا ما عمرو ما تعودنا عليه. حنا كنا تنتعودوا على الظلم والتعسفات، هذه المسائل هذه جديده علينا، لذلك حنا تنشكروا صاحب الشركه والاطر ديالهم والاداره. شكرا لك.